في إطار التواصل مع أبناء المناطق ساحلا وجبلا جال النائب وليد جنبلاط في مدينة الشويفات. المحطة الأولى كانت حارة المشايخ، حيث أعلن رئيس اللقاء الديمقراطي التخلي عن 3 مقاعد. اليوم ومع الأسف أعلن التخلي عن 3 من الأصدقاء في اللقاء الديمقراطي. الأول هو الصديق الصدوق الأستاذ أنطوان أندراوس، تخلينا عنه من أجل التحالف العريض، من أجل تحالف عريض ربما البعض يوافق شخصيا، أوافق على مضض ولن أعلق أكثر من ذلك. واليوم أيضا نتخلى عن ابن حمان البار الأستاذ عبد الله فرحات، نتخلى عنه من أجل حزبي، هكذا قيل، هكذا قال البعض، من أجل إنجاح المعركة أو تحسين شروط ما يسمى المعركة في منطقة بعبدة. يبدو ومع الأسف أن ممنوع اليوم في هذا التحالف 14 من آذار، ممنوع على أن نلتقي مع مواطن، مع مرشح مسيحي غير حزبي، وهذه إشارة سيئة، وهذه إشارة سلبية. لم أرى أنبل وأشرف من فيصل الصايغ، ولست هنا طبعا لأوضح، لست هنا توضيحا، أن أهدي الأمير طلال مقعدا أبدا، هذا هو المقعد الطبيعي للأمير طلال أرسلان، واعتبر أن فيصل هو النائب 9 في الطائفة الدرزية. صحيح هناك وفق الدستور 8 نواب، سيكون فيصل النائب 9 وللحديث صلة. أما في منطقة علي وبعبدة أترك هذا الأمر لأصحاب الشأن لإعلان اللوائح، لأن يعني كي لا يقال أن هناك وصاية. طبعا أكرم موجود في علي، وهنري حلو، وفؤاد السعد، ونفتخر أن يكون هناك لقاء وتحالف وتفويض مع الأمير طلال، ومن حق الأمير طلال أن يكون له اللائحة التي يريد، هذا حق طبيعي وديمقراطي في منطقة بعبدة. عندما تجرأت وذكرت بعض الأسماء قامت القيامة والبيانات وكأنني أصادر. أيمن شكايل بكفي. جنبلاط جدد الموقف من ضرورة الالتزام بالعيش المشترك في رابطة سيدات شويفات. أهم الأساس أننا نحن محكومون أو محكومين بالعيش المشترك مع الضاحية، ونحن جزء من الضاحية، والضاحية جزء من الجبل، محكومون بالتاريخ، بالجغرافيا، بالسياسة، والضاحية جزء من بيروت. لا قيمة للبنان أولا دون عروبة دون فلسطين، لا معنى للبنان أولا دون عروبة دون فلسطين. لبنان أولا بالمعنى أن نقرر شأننا في السيادة، في الاستقلال، في شؤوننا الداخلية، لكن لبنان أولا أن يكون منعزل محايد، هذه جريمة وهذا مخالف للطائف. الطائف أرس عروبة لبنان، حدد العلاقات، حدد العلاقات مع إسرائيل بأنها هدنة، أي حالة حرب مجمدة في انتظار بناء الدولة القوية. الدولة القوية ستبنى. قطعنا أشواط في الحوار، العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، وهذه دليل دلالة العلاقات المميزة. المحكمة أخذناها، المحكمة أخذناها، يبقى بالحوار وفقط الحوار أن نستوعب تدريجيا سلاح الحزب، سلاح المقاومة، وسيحدث هذا الأمر، أنا مش خايف، لكن ما كلنا ولو بلحظة أننا مع حياد لبنان أبدا، وليس هذا بتاريخنا. إذا بعض من حلفاء اليوم ينادون أو يفكرون بحياد لبنان فنحن على خلاف مع هؤلاء. 7 أيار انتهى، 7 أيار مرق،
مني من الأشخاص اللي معقد بسبع أيار، ما بدي أعمل من سبع أيار كربلة بالمقلوب، انتهى. وأعلن جنبلاط أنه سيبدأ بخطوة إعادة تنظيم الحزب الاشتراكي عقب الانتخابات بعدما أصابته المذهبية والطائفية. تيار المستقبل أطلق وثيقته السياسية، والنائب سعد الحريري يعتبر أن الانتخابات ستحدد مسار الدولة للمرحلة المقبلة.